جريد 5 احنا عندنا كلمة اسمها لاين سيجمنت انت مش متعود عليها. ده مش كده وبس، انا عندي بكرة 7 بوينتس كلهم تشوز. ممكن انت تعودت على لونجست كورد وكورد، طب انا هلغي لك الكلمة دي وهقول لو حب يهزر ولو انه مش هيهزر ان شاء الله، ولو قال لي لاين سيجمنت خد بالك بقى. ايه ده يا مستر، دول 3 اكزامبل كل واحدة فيهم مختلفة، مع ان الانسر لما هيجي يديلك الانسر هيقول لك كده، يا ترى تشوز radius كورد diameter. تعالوا بقى نشوف مع بعض. line segment ويقول لي كده from center to any point on circle. يا ترى ايه هي اللاين سيجمنت اللي بتبقى لاي او دروين مرسومه فروم السنتر لاي بوينت اون ذا سيركل دي ايه؟ بص كده انا مش فاهم، تروح حبيبي تيجي تشخبط كده، ادي السيركل ادي السنتر وادي دي بوينت اون ذا سنتر. لاين سيجمنت يعني انا هعمل دروين واوصل، ده طلع ايه؟ راديوس. شكرا. يبقى أنا لو جاتني حاجة تشوز وتهت فيها ترجم الديفينيشن لدرو. انتوا فاهمين أنا بقول إيه؟ طب معلش يا مستر مش فاهمين، نقول تاني. line segment connect drawing between two points on the circle passes through the center. ثانية يا مستر، إحنا حافظين ده بس لو حبينا نترجمه. يعني أنا معايا سيركل وعندي 2 بوينتس اون اهم، بس المره دي قال لي بس ثرو ذا سنتر، يعني مر بالام. يبقى انت مين؟ ريدياس كورد دايمتر. ها دايمتر، يبقى ما نتخضش من كلمه لاين سيجمنت، لا يبقى انت هنا هناخد الدايمتر. طب لما يقول لي دازنت بس ثرو كورد، شكرا. للمره الثانيه انا هلعب معاك بمبدا كومبليت مش تشوز، حابب ان انت تحل وبعدين تدور على الانسر اللي انت جبتها. انا عندي فكرتين، واحده في الديفايد واحده في التايمز، بس الاثنين ايكوال 1. لو انت نسيت يعني ايه نمبر اعمله ديفايد يديني 1، ابدا يا مستر، زي ما اتعلمت زمان اني نمبر ديفايد اتسلف يديني ايه 5 ديفايد 5 ايكوال، بس انا هنا مديك ايه فراكشن، يبقى هعمل ايه 2 اوفر 3 بس. طب يا مستر ده لو كان ميكس زي ده، ما اشتغلش على ميكسد نمبر، ده ما خليهوش ميكسد، ده خليه فراكشن، يبقى ستارت بالفور 1 تايمز 4 وبعدين بلس، مش كده؟ شكرا. تعال بقى نشوف، لما اقول لك في التايمز ايكوال 1 اتفقنا الراجل ده هنعمل له ايه؟ واللي احنا قلنا عليها دلوقتي ممكن نلاقيها كلمه ريسيبريكال. يبقى ريسيبريكال هي المينز بتاع ان انا هعمل فليب، هعمل تيرن، وهناخدها ان شاء الله لما نكبر. فلما اجي اكتب هنا ما تاخدش الميكسد، هتاخد ايه 4 اوفر 5. بص بقى يجي يقول لي ايه، represent the shaded part او الكالر بارت represented by. يا ترى وهو راجل طيب هيديلك في اللي تشوز، طب اكس ديفرنس، طب اكس انترسكشن، طب اكس يونيون، طب اكس كومبلمنت. هنشوف الكلام ده. لو انت خدت بالك هنا المفروض ان اسئله تشوز للطالب اللي فاهم مش يلا بيحفظ ولا داخل يختار بمزاجه. يا مستر انا واخد هنا ايه؟ انا واخد الكومن، واحنا اتعلمنا الكومن اللي هو مين؟ شكرا. يبقى دي ريبريزنت لمين؟ ها اكس انترسكشن واي. طب لو قلت واي انترسكشن اكس برافو عليك، سيميلر. تعالى هنا انا خدت الاول يبقى يونيون، برافو عليك. يبقى برضو لو قلت اكس يونيون واي هي لو قلت واي يونيون اكس،
تعال هنا. ليه؟ انا خدت which belong للواي doesn't belong للاكس. يبقى ها واي difference. تعال هنا. ايه ده يا مستر؟ هنا دي بتفكرني بالحالة بتاعت الاكس subset من الواي عشان هي included في الواي جوه. وانا واخد الاكس يعني انا واخد الاكس intersection واي خدنا يبقى دي represent الx intersection y. حبايبي للمرة الثانية احنا عندنا ان شاء الله 7 points كلهم تشوز. عايزك كده تركز تحل الاول وبعدين تروح تعمل تشوز. الراجل ده بيقول لي 2 over 3 equal a over 6. ايا ما يكون هو عايز الفاليو بتاع ايه. لما اجي اشتغل مع الايه هنا الايه دي missing ما لعبش معاها. انزل هنا ال 3 becomes ايه عملت لك ايه؟ طالما عملت تايمز 2 يبقى اطلع اب واعمل بالشفه ان شاء الله تبقى الايه بكام؟ شكرا بالراحه ونهدى. بص المساله الجميله دي هنا انا مديك نمبر وبقول لك اعمل لي الابروكسيميت تو ذا نيرست 1000. فينك يا عم؟ اللي هو مين؟ اندرلاين للناين. بس احنا هنروح لمين؟ للرايت ديجيت. انت ايه؟ ايه مور ولا ليس 5؟ يعني هيعمل اد 1. يلا بقى نلعب. 1 بلس 9 10 10 يبقى 0 كاري 1 فهيبقى هنا 8 6. تعال بقى ناخد ده في تشوز. فطبعا الراجل مش هتلاقيه حاطط لك الزيرو فيبقى 4.68 بالشفة ان شاء الله. نقول تاني؟ لا. نقول تاني؟ لا. طب بص هنا ده كيلومتر او كيلوغرام او طن. كيلومتر عايزه متر يبقى هنعمل ايه؟ تايمز 1000. شكرا يا مستر. يبقى هاخد النمبر ده تايم 1000 معايا؟ تايم 1000. طب انا معايا بوينت يبقى هعمل موف للرايت ولا للليفت؟ هاو ميني موفز؟ 3. طب انا معايا منهم 2 يبقى انا احط هنا 0 وابتدي اتحرك يبقى 3 ها وكمان 3 و6 0 وعلى مهلك بالراحه. بيبي مسالتي تايمز ما تتخضش. اول حاجه لازم تعود نفسك تسال الراجل ده انت معاك كام ديسيمل 1 واسيبها معاك كام ديسيمل 2 واروح جاي اكتب ده without الديسيمل فيبقى 3. هروح للراجل الثاني 12. هنعرف نعمل 3 تايم 12؟ ايوه برضو درافت. ايوه يا مستر مفيش مشكله عندي. 3 تايم 2 6 3 تايم 1 3 فبقت الانسر بتاعتي 36. بس يا مستر انا كنت عامل ايه؟ كيب ان مايند انت محتفظ في دماغك بكام ديسيمل؟ 3. هروح جاي من الرايت اجي من الرايت 1 2 يا مستر انا عايز 3 ارمي زيروهات 1 2 3 يبقى راجع اهو جاي من الرايت واروح جاي ارزع البوينت. شكرا فيبقى 0.036. اشوفكم على خير مع السلامه.